بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة لبلاده أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار مشيدا جلالته في هذه المناسبه بما تتميز به العلاقات الاخويه الوطيده التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ورسوخ